تكبدت الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في جبهات الفاخر شخب، حيث تم تدمير عدد من الأطقم بمن عليها ومخزن للأسلحة في منطقة الفاخر، وتدمير عربة BMP في منطقة الزبيريات. وقد نجحت ضربات جوية باستهداف تجمعات للحوثيين، وقتل العديد من عناصر الميليشيات بينهم قيادات بجبهة الفاخر. وتمكنت القوات المشتركة والحزام الأمني وقوات العمالقة من تحرير مواقع جديدة مطلة على عدد من الجبال بمنطقة القفلة وباب غلق. الآن مستمر المواجهات بالزبيريات، وقد تم اليوم إحراق طقمين ومخزن للذخائر في منطقة الفاخر، استهدفها في قسم مدفعية في الفاخر. وسائل إعلام حوثية روجت بتوغل عناصرها باتجاه منطقة شخب بقعطبة. كاميرا قناة اليمن اليوم قامت بزيارة المقاتلين في منطقة شخب لتؤكد سيطرة القوات المشتركة على منطقة شخب ومواصلة تقدمها باتجاه مناطق سليم والفاخر. نحن الآن في منطقة شخب الذي يدعون ميليشيات الحوثي ويروجون في إعلامهم بأنهم زاروا منطقة شخب، ونحن اليوم في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، نؤكد لكم أن المقاومة صامدة ومستمرة حتى نهايتهم. أن الحوثيين يدعون في أنهم في قرية شخب وأنهم في قرية سليم، والآن نثبتهم لأن احنا داخل قرية شخب وهذه القرية أمامكم. تستمر القوات المشتركة وقوات المقاومة الجنوبية والحزام الأمني بملاحقة فلول الميليشيات الحوثية بأطراف منطقة شخب، وتتقدم نحو مناطق جديدة بمنطقة الزبيريات وسليم والفاخر. من داخل منطقة شخب، محمد الشعيبي لقناة اليمن اليوم، الضالع.